السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم أصدقائي من جديد. نتمنى تكونوا بخير وبخير وبصحة جيدة وفي أتم الاستعداد للامتحان الجهوي اللي كيبقى في الأخير. في الأول والأخير هو مجرد يعني فروض مجموعة في نفس الوقت. دونك استعدادا لهذا الامتحان هذا غادي نوجد لكم واحد البروغرام اللي هو زوين بزاف باش يساعدكم، بروغرام للاستئناس باش يساعدكم باش توجدوا الامتحان. يعني بروغرام كيبين لنا الأوقات ديال اللي تقدر توجد فيها المواد، طبيعة الحال مراعين يعني المواد ديال الحفظ مع المواد العلمية. وهذا كيف فقط للاستئناس. علاش هذا البروغرام ضروري خصك ديرو؟ لأنه الأغلبية في كيفيق في الصباح، كيفيق ما عارفش فوقاش غادي يفيق، ما عارفش شنو غادي يقرا، واش نقرا الفيزيك نقرا الرياضيات لا التربية الإسلامية، كيبقى يعني كيبقى التلميذ التالف. دونك باش نتفاداو هذا التالف هذا وجدت لكم هذا البروغرام للاستئناس. غادي نخلي لكم هذا البروغرام، غادي نخلي لكم واحد الفيديو نشرح فيه التفاصيل وكيفاش تتعامل مع هذا البروغرام. غادي نخلي لكم على شكل ورقه بحال هكا بصوره جيده في الفيسبوك، وايضا نخلي لكم على شكل بي دي اف اللي بغا امبريمي حسن تطبعو، ماشي مشكل هذا المكتبه تطبعو ولا كتبو باليد. دونك غنخلي لكم مع التفاصيل. إذا أصدقائي كما قلت لكم، يعني هذا الامتحان هذا البروغرام فهو للاستئناس، يعني استعدادا للامتحان الجهوي الثالثة إعدادي واللي مقسمين في أيام الأسبوع من الاثنين الثلاثة الأربعاء الخميس حتى السبت، والحد خليناه خاوي. خليت لكم هنا واحد لاكاز ديال اختياري. بالنسبة للتوقيت اللي اعتمدت، فأنا صراحة يعني ضدك الفكرة ديال أنك تفيق مع خمسة الصباح ولا ستة الصباح وتقاضي جوج سوايع مزيان والنهار ديالك دوزو كامل عيان، دوزو كامل مسخسخ. لا، ضد هاد الفكرة. دونك إذا كنت انت ديجا موالف كتفيق، ديجا موالف كتفيق ما عندكش مشكل، هنا مزيان تفيق تسبق واحد جوج سوايع ماشي مشكل. ولكن إذا كنت ما موالف كتفيق وتفيق واحد النهار مع الخمسة الصباح ولا مع الستة الصباح والنهار كامل دوزو عيان، فأنا ضد هاد الفكرة. دونك حنا راعينا هاد القضية هادي ديال الفياق بكري، ورأيت أيضا هنايا واحد القضية ديال الحرارة. داكشي علاش التوقيت اللي درنا من 8 ل 12 والعشية من 6 ل 10 يعني تيبرد الحال، وخلينا هنايا واحد الساعة ولا جوج سوايع اختياري. يعني كان فيك الجهد مازال فيك الجهد متقرا قرا، ما كانش فيك سير تنعس ولا المهم اختار. المهم هنا ل 10 زيد واحد الساعة ديال المكعنة خبي في التليفون ولا ماشي مشكل مازيان. دونك الاثنين شنو درنا؟ مثلا 8 ل 9 عندها التربية الإسلامية، يعني هي كتبغي شوية ديال الحفظ خصك تفيق في الصباح، هي الأولى التربية الإسلامية موراها الرياضيات موراها الفيزياء. هنا خليت لكم واحد لاكاز اللي هي واحد الفراغ اللي هو تقدر على شكل روبو. دونك تقدر هنا ترتاح واحد ربع ساعة ماشي مشكل، 15 مينوت ماشي مشكل، ربع ساعة. بالنسبة باش تكون عندك من 9 ل 11 رياضيات ترتاح واحد ربع ساعة ولا 10 دقائق ماشي مشكل. هنا ايضا في العشية مثلا نبداو مع 6 8 مثلا فرنسية، ومن 8 ل 10 عربيه. هنا ايضا تقدر تاخذ واحد 10 دقائق من هنايا روبو 10 دقائق، يعني تقرا لنا سيدي قرا لنا انت سيدي غير ساعه و50 دقيقه فرونسي وساعه و50 دقيقه عربيه، يعني بلا ما تشدها كونتين. عندك سيدي ربع ساعه ثلث ساعه ماشي مشكل، ترتاح فيها ولا تجبد الهاتف ولا في ديك ربع ساعه. دونك علاش هذا البروغرام هذا ضروري الله يرضى عليكم خصكم تحترموه، باقي لكم واحد ثلاثه ديال الاسابيع تقدروا تحترموا هذا البروغرام هذا، ولا احترمته كون على يقين غادي تجيب مزيان. دونك يا اما طبعوا ولا قيدوا عندك في ورقه. انا غادي نصور لكم بشكل جيد وغنخلي لكم في فيسبوك في الصفحه ديال بروف هشام مومني، غتلقاو تما مصور بشكل جيد. دونك هنا نعطي لكم مثلا الجمعه عندك سيدي 8 ل 12 والعشيه خاويه، بغيت تقرا تبارك الله ما بغيتش شغلك هذاك، يعني ماشي انا خليتكم خاويه، ولكن الله عليكم كنهضر لك على الاحترام ديال هاد، يعني الا احترمتو بشكل يومي كون على يقين غادي تجي مزيان. راه ما بقاتش الله يرضى عليكم كما نقولوا في الكم، ما بقاتش انك تقرا 20 ساعه وانت ما فاهمش. راه المهم هو الكيف، اللهم اقرا ساعه ديال التربيه الاسلاميه في النهار ونفهمها ونقراها في خاطري وبشويه عليا، ولا نقرا ثلاثه السوايع بالزربه وغير نحفظ فيها ولا ما فاهمش. هنايا راك ما قرايا ما والو. نفس الشيء عندي الرياضيات جوج سوايع في النهار، دونك نقرا ديك جوج سوايع بالعقل وغادي يكون مزيان.
دونك مثلا الرياضيات الا قلنا جوج سوايع في جوج سوايع في جوج سوايع في جوج سوايع، داخلين واحد 10 سوايع في السيمانه ولا 12 ساعه، راه تبارك الله الخير هذا. التربيه الاسلاميه عاد غادي تلقى واحد 6 سوايع ولا 7 سوايع في السيمانه، راه الخير هذا. دونك لا عليكم بالنسبه ليا كنصيحه اضافيه، في الاسبوع الاول حاولوا، في الاسبوع الاول حاول فقط تقرا الدرس ديالك، قرا الدرس ديالك مزيان، واحترموا الاطار المرجعي. دابا ندير لكم فيديو خاص بالاطار المرجعي، احترموا الاطار المرجعي، وجوج الاسابيع التاليه خليوها للامتحانات، جوج الاسابيع التاليه بالاسبوع التالي خليه للامتحانات، يعني قاد طبع امتحانات ولا شوف امتحانات في اليوتيوب، المهم خليه الامتحانات فقط. دونك اصدقائي نتمنى تكونوا استفدتوا، الا استفدتم بارطاجيو، ما تنساوش تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم، ونشوفكم ساعة الخير ان شاء الله، والله يوفق الجميع، قولوا امين.